سعيد بن عامر. كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به. قد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاز شيوخ قريش، وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا لينتقموا من محمد في شخصه وليثأروا لقتالهم في بدر بقتله. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى يطل على خبيب وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين يا لحسنهما، ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم شهد قومه بعين رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، فيقطعون من جسدها القطعة تلو القطعة، وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يؤخذ بشوكة. ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة، وبه ما لم يستطع أحد إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا، لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر لم يغب خبيب عن خاطره لحظة، ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة. ثم إن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل، علمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت، وعلمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعجيب ويصنع المعجزات، وعلمه أمرا آخر وهو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء. عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عمير إلى الإسلام، فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش ودخوله في دين الله. هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه خيبر. ولما انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربي وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفته أبي بكر وعمر، وعاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه ويستمعان إلى نصحه، فقال: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، وأكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيد إلى مؤازرته وقال: يا سعيد، إنا مولوك على أهل حمص. فقال: يا عمر، نشدتك الله ألا تفتنني. فغضب عمر وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني،
والله لا أدعك. ثم وله على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص، وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص، فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان فلان وفلان وسعيد بن عامر. فقال: ومن سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر حتى بلت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال: اقرؤوا عليه السلام مني وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعن به على قضاء حاجتك. جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليها فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنما نزلت به نازلة. فهبت زوجته مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أصيب المسلمون في وقع؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. قالت: تخلص منها وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. قال: أو تعينني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في سرر، ثم وزعها على فقراء المسلمين. لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام ليتفقد أحوالها، فلما نزل بحمص وكانت تدعى الكويفة، وتشبيه لحمص بها لكثرة شكوى أهلها من عمالها وولاتهم، فقال عمر: كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه وذكروا 4 من أفعاله، كل واحد منهما أعظم من الأخرى. قال عمر: فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت: ما تشكون من أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلا ثم قال: والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لابد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم وأتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس. قال عمر: فقلت لهم: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا بليل. قلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ قال: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار له والليل لله عز وجل. قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قلت: وما هذا يا سعيد؟ قال: ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف، ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: تصيبه من حين إلى آخر غشية، فيغيب عمن في مجلسه. فقلت: وما هذا يا سعيد؟ فقال: شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم، وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي، وأصابتني تلك الغشية. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له 1000 دينار ليستعين به على حاجته. فلما رأتها زوجته قالت له: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك،
اشتري لنا مؤنة واستأجر لنا خادمة. فقال لها: وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها، ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضه الله قرضا حسنا. قالت: وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صرر، وقال لواحد من أهله: انطلق بها إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين فلان. رضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي، فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. العبرة. وصيته لسيدنا عمر بن الخطاب في أنه يخشى الله في الناس ولا يخشى الناس في الله، بتبين قد إيه مدى قوة العقيدة عند الصحابة، وأن الصحابة كانوا بيزكوا نفسهم، ما كانتش الموضوع تلقائي عندهم، ولا هم مثلا زي الأنبياء بيوحى إليهم، أو مثلا زي كانوا شخص مسخر بيعمل حاجة كده تلقائي. لأ، في عملية تسكين النفس هو عملها لنفسه وبيوصي بها غيره. يعني هو عارف كويس أوي أنه في الموقف ده وهو خليفة أنه ممكن أنه يتأثر بالميديا، يتأثر بالناس اللي حواليه، أنه يبقى عايز إرضاهم وعايز أن هم يحبوه وعايزهم يقولوا فيه كلام كويس، ودي حاجة طبيعية، يعني هي حاجة عندنا كده بفطرتنا. فهو بيقوله لأ، خالف دي، مش مهم الناس، المهم ربنا. فالصحابة ما وصلوش للي هم فيه ده يا جماعة يعني كده أوتوماتيك، لأ، هم بذلوا مجهود فيه. فإحنا كمان عايزين نبذل مجهود في موضوع تزكية النفس ده، بأنك أنت شوفي مراد الله، عيشي على مراد الله سبحانه وتعالى، شوفي إيه اللي ربنا بيحبه وعمليه، مش تمشيش على هواكي. وبيقول له: أحب له ما تحب لنفسك. يعني برضو بيقول له أن الفطرة الطبيعية أن أنت تحب نفسك وتحب أهلك أكتر منهم، بس أنت خالف ده يا عمر. برضو هو الكلام ده لسيدنا عمر ولينا ولأي حد خالف هواك. إيه كمان؟ سيدنا عمر وقدرته على الاختيار، يعني سيدنا عمر بيعرف يختار يستعين بمين ويصاحب مين ويتكلم مع مين. ممكن حد من الناس اللي حواليك ينصحك نصيحة فتنتصحي، فانتي ابتدي انتي وحوطي نفسك بالناس الكويسين. والمحوطة مش بس بالناس اللي حواليك يعني في الحقيقة، لا كمان في العالم الافتراضي زي ما بيقولوا، يعني اللي هو الميديا وكده. اسمعي الناس الكويسين، اسمعي الناس المخلصين، اسمعي الناس المهذبين الاسلوبهم كويس، اسمعي الناس اللي بتقول قال الله قال الرسول. حوطي نفسك بالبيئة دي. واي امر من امور حتى دنيتك اللي انت عايزه تتطوري فيه برضو اسمعي فيه، يعني انت عايزه تاخدي كورسات في حاجه او عايزه تنمي قدرتك في حاجه برضو اسمعي الناس الناجحه، اسمعي الناس اللي حققت حاجه، اسمعي الناس اللي انجزت حاجه. يعني احطت نفسك بناس كويسه ده شيء مهم ليكي، فاحرصي عليه. ايه تاني ممكن ناخده؟ اللي ممكن ناخده تاني هو زهد سيدنا سعيد بن عامر في الدنيا. لا طاقه لنا بالنوع ده من الزهد، أظن كده والله أعلم. فمش بسهولة قوي نقدر نزهد بالدرجة دي. بس أنا بقولك إيه بقى، يعني إحنا مش لازم يعني ده كده إيه، يعني واحد من كبار الصحابة إحنا بهم نقتدي، فمش لازم الاقتداء لما تسمعي، يعني لازم أبقى 100% زيه. يعني إحنا هنحاول نقرب منهم، هنحاول نقرب منهم. يعني إيه هو عمل إيه؟ هو بيؤثر المحتاج أكتر. فطبعا دي قوة نفس جامدة جدا، قدر وتغلب على نفسه وشهوة الجسد بقوة، انتصر على الذات الداخلية دي اللي بتنزعه أنا الأحسن، أنا اللي عايز ده كله، ده ليه الطمع والحاجات دي كلها هي ليه غريزة وطبيعة فينا، هو تغلب عليها بقوة. فاحنا نحاول بس نقرب منه احيانا في بعض المواقف، اختاريك موقف او موقفين كده تؤثري بيها فقير عليكي، وهو لو ما كانش لقى الاثر ده على قلبه ما كانش عملها تاني. فكري فيها كده، ايه اللي خلاه مستمر؟ بصي يعني فترات طويله من عمره زاهد، يؤثر الافكار منه، مستغني. طب ليه؟ اكيد في شيء وقع في قلبه لما عملها، ده اللي حمسه وشجعه انه يعملها تاني. برضو مش عايزين ننسى دور زوجة سعيد بن عامر في القصة دي، زوجة صالحة
لرجل صالح. والصلاح مش معناه ان هي مش عشان هي يعني سكتت او لا، هي تحمل. هي ممكن تكون مش عاجبها على فكرة الوضع ومتضايقة منه، بس متحملة. وهو ده اللي انا يعني عايزة اوصله لاخواتي، ان مش معنى ان انا مش مبسوطة من زوجي معنى ان انا اطلق على فكرة. يعني مش هو لا يمين لا شمال، لا. انت اكيد واي واحدة فينا هتشوف من زوجها حاجات ما مش هتعجبها. ما يكونش الناحية التانية كره وبعد وطلاق وفهم وخيانة بقى اعوذ بالله والكلام ده، لا. احنا عايزين لما تتضايق من زوجك معلش وصبرها في نفسك كده وتحملي. طب ايه اللي هيحصل لما اتحمل؟ ما انا بصبر وما فيش حاجة. لا اصبري كمان، اصبري تاني كده، تاني مع الصبر كده، اصبري وصلحي. لان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيكافئ على الصبر. فقط تصبري وبعدين تلاقي المشكله اتنيلت اكتر، وبعدين تصبري وتلاقي المشكله الموضوع زاد اكتر، وتتحسي بقى ان خلاص بقى لا كفايه كده بقى، والصبر الحدود والكلام ده. لا لا شو الافلام ده مكيش دعوه بيه. كلما ازددتي صبرا ربنا سبحانه وتعالى بيرقيكي اكتر، وهيجي يوم وهيخرجك من المحنه دي. بس انت تصبري بس لله، مش تصبري ضعفا ومش لاقي حته تروحيها والكلام ده، لا لا. يعني عايزاكي تبقي عندك خطه بديله اذا ما تحملتيش الزوج دوت وظروفه، خطه بديله خلاص ما فيش مشكله، امشي وتبقي عارفه انت هتعملي ايه وخططي هتعملي ايه. انما انا عايزاكي تختاري انك تكملي معاه بارادتك مش غصب عنك. ليه؟ هو مش خالي من العيوب ومش خالي من الميزات، فلانه ميزاته كتير فهي استحملت مع الفقر. فاختيار الاخره على الدنيا لازم تكون الحته دي عندنا على فكره، اللي هو الدنيا ولا الاخره، الدنيا ولا الاخره. لا طبعا هي الاخره، انت بتفكري في ايه كده. فزوجه سعيد بن عامر لما عرفت انه زوجها زاهد وان الحاجات دي كلها تصرف للفقراء، قالت له ايه؟ جوزيتا خيرا. قدرش تتكلم بعديها، هي محتاجة فلوس بس خلاص انت هتقرضها الله، هقول ايه بعديها؟ فهمت ازاي؟ فاذا وانت في حياتك كده تعارض دينك مع دنيتك، خلاص هقول ايه؟ خلاص سمعا وطاعة، خلصت. الحاجات دي مش هقولك ان هي سهلة، هي صعبة في الاول على فكرة لما بتعمليها، لا صعبة. هو بتتركي من معية ربنا شوية، مش على طول هتلاقي ربنا بقى معاكي وينصرك ويهدك ويجيب لك اللي انت عايزاه، لا مش هتلاقي كل ده هيحصل، بس مش بسرعة. ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى سنة ربنا في الكون انه يختبرنا. خلاص انت بتقولي انت عايزة تخش الجنة، طيب وريني. فلازم تتعرضي لبعض المواقف اللي فيها تحتاري كده، يا ترى دين ولا دنيا، يا ترى ربنا ولا نفسي، يا ترى الاخره ولا الدنيا. لازم يحصل النزاع ده وبدرجات، يعني ضغطه كده خفيفه وبعد كده ضغطه تقيله وبعد كده ضغطه اشد لغايه ما تتعسر خالص وتوصلي زي الصحابه كده في بعض احوالهم. لا الصحابه جات لهم لحظات فعلا يعني خنقه زي ما بتجينا كده، تعب، هزيمه، جوع، فاهمه، قتل، محن شديده. بس في الاخر ايه اللي حصل؟ انتصروا ودخلوا الجنه. هي دي الدنيا بقى، يعني استحملي الضغطه اللي فيها عشان تاخدي الثمره اللي بعد الضغطه دي، وهي ايه؟ وهي الجنه. ربنا يرزقنا الجنه رب جميعا، وان شاء الله ربنا يغفر لنا تقصيرنا ويغفر لنا اثارنا للدنيا احيانا. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.